هي أزمة واقعية تعاني منها الكويت وشريحة كبيرة من المجتمع الكويتي لفترة طويلة من الزمن، وعندنا مجموعة من ضيوفنا اللي أخلصوا وعطوا القضية اهتمام وحق كبير. حاب أرحب في الدكتورة ابتهال الخطيب وفي الأستاذ يوسف أبو حمد والأستاذة حديد بقريس وكذلك زميلنا الدكتور عبد الله حسين. بالبداية راح نتطرق حق موضوع يعني راح ناخذ نبذة عن تاريخ القضية مع الأستاذ يوسف، تالي راح ننتقل إلى باقي المتحدثين. ففي البداية حاب أرحب في الأستاذ يوسف محمد، حياك الله الشيخ. مساء الخير والكرامة على الجميع، وشكرا للشباب والأخوة والأخوات في ملتقى الشباب الديمقراطي الكويتي على استضافتنا اليوم وتسليط الضوء على القضية اللي احنا كحقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان نعتبرها مركزية. السؤال الأول، لماذا قضية الكويتيين البدون قضية مركزية؟ ليش احنا كمدافعين عن حقوق الإنسان نعتبرها قضية مركزية؟ أولا، في قضية الكويتيين البدون ومن البداية عام 1959، إذا إحنا كنا واعيين وعندنا وعي في مجال حقوق الإنسان راح نكتشف أن الكويتيين البدون كفئة يدخلون في كل تفصيل في مجال حقوق الإنسان. كيف؟ شلون يدخلون في كل التفاصيل؟ الكويت البدون أولاً من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني كل المعاناة، أيضاً المرأة سواء كانت المواطنة أو المرأة الكويتية البدون أيضا تعاني، وهذه أزمة جدا كبيرة. أيضا الطفل البدون يعاني، وفي اتفاقية حقوق الطفل، وفي اتفاقية حقوق المرأة، اتفاقية عديمي الجنسية. أيضا الرجل المسن من الكويتيين البدون أيضا يعاني. وبالتالي لماذا هي قضية مركزية؟ لأن في كل مكان بحقوق الإنسان هو مرتبط بالكويتيين البدون. أيضا الكويتيين بدون فاقدين لكل الحقوق. شنو الحقوق؟ دائما في شرعة حقوق الإنسان عندنا إعلان عالمي لحقوق الإنسان، أيضا عهد دولي للحقوق المدنية والسياسية، وعهد دولي للحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. الكويتي بدون يعاني من كل ذلك، يعني هو فاقد لحقوقه المدنية، فاقد لحقوقه السياسية، وأيضا فاقد لحقوقه الاقتصادية، لأن أساسا المواطن نفسه حامل الهوية زين يعتبر الكويتي البدون أقل حتى من يعني الأجنبي مثلا القادم للكويت للعمل، وبالتالي راتب الكويتي البدون أقل من أي أحد موجود داخل الكويت. أيضا نأتي إلى العزل الثقافي، أيضا الدولة تسعى لعزل الكويتيين البدون ثقافيا، وأيضا عزلهم عن المجتمع بعزل اجتماعي. السؤال الثاني، لماذا نعيد سر التاريخ عن الكويتيين البدون؟ في عام 2011 لما دخلت في مجال حقوق الإنسان كنت أعتقد أن حقوق الإنسان مجرد مساعدات إنسانية، أنت تساعد الناس وخلاص، لكن بعد فترة اكتشفت أن حقوق الإنسان موضوع أشمل وأعمق من أنك تساعد فرد أو فردين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين. وبالتالي بعمر 25 سنة عام 2011 اكتشفت أن هناك مواطنين يسكنون معي في نفس البلد وأنا ما أعرف عنهم أي شيء، ما أعرف أي شيء عنهم. تعرفت على زميلتي هديل بقريس عام 2011 وأيضا بعض من الزملاء والزميلات، وبعدها اكتشفت أنهم من الكويتيين البدون وعرفت القصة عام 2011. أنتم متخيلين عام 2011 وبداية القضية كانت 59. وبالتالي احنا محتاجين في كل فترة نعيد سرد هذه القضية، لأن في كثير من المواطنين، كثير من الأفراد ما يعرفون شنو هالقضية، شنو يعني بدون، زين شنو الحقوق اللي ممكن أخذها. أيضا في حال كانت بيئتهم بيئة تحريضية أو بيئة عنصرية راح يكونون أصلا كارهين الحقوق، أصلا ما يبون يعرفون عن قضية البدون، وأيضا كارهين أيضا معلومات اللي توصلهم عن كويتيين البدون معلومات مغلوطة،
وبالتالي نحن بحاجة للوعي المجتمعي بشكل مستمر. احنا عندنا ثلاثة أجيال. احنا الجيل الأخير، هذا الجيل الأخير، احنا كمواطنين حاملين الهوية ما نعرف أي شيء عن الكويتين بدون، أيضا كثير من الأفراد ما يعرفون أي شيء عن الكويتين بدون. وبالتالي نحن بحاجة لسرد مستمر عن هذه القضية في كل فترة. بالبداية الكويتين بدون من النشأة إلى العزل، طبعا راح أتكلم عن نشأة وبداية مشكلة البدون وبداية حدوث مصطلح جديد اسمه البدون، وبعد ذلك زميلتي هدي البقريس والدكتورة تهان خطيب راح يتكلمون عن العزل ولماذا ندافع عن الكويتين البدون. طبعا في الموسوعة الحرة يأتي تعريف البدون بأن البدون نسبة لكونهم بدون جنسية أو عديمي جنسية أو غير محددين جنسية، وفي بعض الأحيان من أهل البادية، ويعود السبب الرئيسي في تسمية فئة البدون بهذا الاسم إلى الفترة التاريخية ما بين 1960 حتى عام 1979، حيث تدرج مسماهم في الوثائق الرسمية من غير كويتي ثم بدون جنسية ثم مقيم بصورة غير قانونية. البدون حسب القانون الدولي، القانون الدولي يعرف الشخص البدون جنسية بأنه شخص لا يعتبر حاصلا على أي جنسية من أي دولة بموجب قوانين هذه الدول. أيضا نأتي إلى تصنيف الكويتين البدون، هناك ثلاثة أطياف حسب تصريح الدكتور غانم النجار للكويتين البدون. الطيف الأول هو أولئك الذي لم يتقدم أجدادهم أو آباهم بطلب الجنسية أو لم تكن لديهم الوثائق اللازمة لذلك وقت استقلال الكويت عام 1961. الطيف الثاني أولئك المستخدمين للعمل في الجيش أو الشرطة الكويتية أثناء الستينات ثم استقروا بشكل نهائي في الكويت ومعهم أسرهم. الطيف الثالث، المشكلة الأكبر طبعا وهذا اللي يزيد عدد الكويتين البدون، هم أبناء أمهات كويتيات وآباء من فئة البدون أو أجانب. نأتي للبداية، البداية في عام 1959 تحضيرا للاستقلال الكامل عن بريطانيا، أصدرت الكويت القانون رقم 15 الحاكم الجنسية الكويتية. هذا القانون أي قانون الجنسية وضع شروطا لتحديد الإقامة بموجبها يتم استحقاق الجنسية، وكذلك حقوق المواطنة وغيرها من الامتيازات الممنوحة للمواطنين. طبعا هذه البداية هو عبارة عن تقارير محايدة من منظمة Human Rights Watch. أنت شوية ما في بطارية؟ ايه الو تمام. للبدايه في عام 1950 وبدايه اصدار قانون الجنسيه، صرح الدكتور ايضا غانم النجار وقال انه من بداية وضع قانون الجنسية تغير قانون الجنسية أكثر من 12 مرة. في ذلك الحين حاولت السلطات تسجيل جميع سكان الكويت والتعرف على أولئك المستحقين للجنسية، إلا أن الكثير منهم كانوا يعيشون في مناطق بعيدة بالأساس من أصول بدوية أو لم يعرفوا بشأن مسألة الحصول على الجنسية أو أهملوا في تسجيل طلباتهم بالحصول على الجنسية. بعضهم لم يكونوا قادرين على القراءة أو الكتابة، غيرهم ممن لم تكن لديهم مسجلات كتابية، تعرضوا لمشاكل خاصة أثناء محاولة إثبات أنهم يستوفون الشروط القانونية الخاصة بقانون الجنسية. وهذه المشكلة، كان كثير من الأفراد بالنسبة لهم أنا عندي حلالي وعندي مكاني، أنا ما أحتاج الورقة تثبت مواطنتي لأي دولة، لأنها كانت دولة ناشئة وبالتالي كان أصلاً مستهين بهذا الموضوع.
أيضا هناك آخرون لم يهتموا كثيرا بمفهوم المواطنة الجديد عليهم، وأخفقوا في التنبؤ بما سيشمله هذا الأمر من حقوق وامتيازات سيحصل عليها المواطنون خلال العقود التالية بعد الثراء الذي شهدته الكويت وتزايد واتساع الخدمات الحكومية. اليوم الكويتيين بدون يشملون أو لكن مستحقين الجنسية بموجب قانون الجنسية لهم كانوا أخفقوا في إتمام طلبات الحصول عليها بحلول عام 1960 أثناء جهود تسجيل المواطنين الأولى التي أعقبت استقلال الكويت. إثر صدور قانون الجنسية الكويتي كانت الحكومة مستمرة في منح البدون حقوق الإقامة، أيضا فرص توظيف متساوية مع المواطنين، وكل خدمات اجتماعية التي تشمل التعليم والرعاية الصحية المجانيين عمليا باستثناء حقهم السياسي، حقهم بالتصويت. عاملت الحكومة البدون على قدم المساواة بالبداية بالمواطنين الكويتيين في البيانات الرسمية الحكومية. تم إحصاء البدون ضمن إجمالي تعداد المواطنين الكويتيين وبيانات التعداد من ذلك التوقيت تذكر نحو ثلث سكان الكويت، أي 20% أو أكثر من 20% هم كويتيين بدون. أخبرت سلطات آلات البدون بأنهم ما زالوا مستحقين للحق في تقديم طلبات بالجنسية وأصدار وثائق مؤقتة تعرفهم على أنهم بدون جنسية، ومن هنا ظهر مصطلح البدون. أيضا ما بين عام 1960 و87 عدلت الحكومة الكويتية قانون الجنسية 7 مرات، كل مرة مع إدخال قيود جديدة على استحقاق الجنسية. شملت التعديلات قيودا فرضت عام 1960 تحد من عدد القابلين للتطبيع بصفتهم مواطنين في كل عام إلى 50 شخص فقط، وتعديل عام 1980 ألغى قدرة النساء الكويتيات على نقل الجنسية إلى أبنائهن. أيضا تعديل عام 81 حدد أن المسلمين هم وحدهم المستحقين للجنسية الكويتية. تحول التسامح طبعا المسؤولين مع فاقدين الجنسية كثيرا لدى اندلاع الحرب بين إيران والعراق في عام 1980، مما هدد الاستقرار الداخلي الكويت وأصبحت الدولة مستهدفة بالعمليات الإرهابية. في ديسمبر عام 1983 أيضا استهدفت مجموعة تفجيرات السفارات الأمريكية والفرنسية وكذلك 5 مراكز أعمال كويتية، مما أودى بحياة 5 أشخاص وأدى لإصابة 63 شخص آخرين. هنا نأتي إلى ثورة الخميني والأزمة العراقية الإيرانية. عندما اكتسحت ثورة الخميني إيران واندلعت الحرب بين إيران والعراق، وجد قدرا كبيرا من القلق الأمني الداخلي في الكويت تعبيرا له في الكويتين بدون، فوضعهم الغريب مهد لكونهم مجموعة سكانية يمكن للاجئين العراقيين الفارين والمخترقين الدخول إليها بعد أن يتخلصوا من أواقهم الثبوتية. هني كانت المشكلة، لأن الكثير من الأفراد عندهم مفاهيم مغلوطة على هذه المشكلة. أيضا الحكومة آنذاك كان عندها نفس هذا القلق، وبالتالي هذا أدى إلى تأزيم مشكلة الكويت البدون. وبعد ذلك تأتي حادثة اغتيال أمير الكويت، هنا بدأت المفارقة، بدأت الأزمة الكبيرة في وضع الكويتين بدون بعد اغتيال أمير الكويت، مع أن مرافقين أمير الكويت كانوا أصلا من الكويتين البدون. في مايو 85 خرج حاكم الكويت في ذلك التوقيت الشيخ جابر الأحمد جابر الصباح سالما من محاولة اغتيال عندما انفجرت قنبلة في واحدة من السيارات التي يتشكل منها موكبه. في ذلك العام غيرت الحكومة من وضع البدون بصفتهم سكان قانونيين بلا جنسية إلى سكان غير قانونيين، مما كان بداية لسياسة جديدة مناهضة للبدون. إلا أنه من الجدير بالذكر أن أثناء الثمانينات كان البدون يشكلون 80-90% من الجيش الكويتي. نأتي إلى الغزو العراقي للكويت. سلوك الحكومة الكويتية تجاه البدون أصبح أغلب إثر الغزو العراقي في أغسطس 1990 ومتلا ذلك من حرب لتحرير الكويت. قبل عام 1990 كان عدد سكان بدون رسمي في الكويت هو 250 ألف أي 250,000 فرد، إلا أن الكثير منهم فروا من الكويت أثناء الحرب ليجدوا أنفسهم عالقين خارج الكويت. كان وقتها المواطنين الحاملين للجنسية الكويتية ممكن عليهم السفر لأي دولة، لكن الكويتيين بدون ما يقدرون يروحون لأي بلد، وبالتالي كان
هروبهم إلى العراق التي آنذاك كانت تعتبر الكويت المحافظة 19. أغلب البدون لم يتمكنوا من الفرار إلى السعودية كما فعل كثير من المواطنين، لأن ليس معهم جوازات سفر ولا يمكنهم دخول السعودية، ثم فروا إلى غرى ومناطق أخرى منعزلة في العراق. طبعا هنا تم عزلهم وعدم عودتهم بعد التحرير. لم تكن العراق تطلب وثائق سفر من الكويت التي اعتبرتها الحكومة العراقية في ذلك الوقت المحافظة 19 المنظمة حديثا للعراق. عندما حاول هذا الجزء من البدون العدل الكويت أثر التحرير رفض دخولهم عند الحدود الكويتية. عاش آلاف البدون في مخيمات اللاجئين على امتداد الحدود بين العراق والكويت لمدة بلغت 3 أشهر بعد تحرير الكويت من الاحتلال. في عام 1991 بعد الاحتلال بعد انتهاء الحرب قدرت الحكومة عدد البدون في الكويت 125,000، أي نصف تعداد ما قبل الغزو. طبعا حاليا ما بعد عام 2010 قدرت منظمة Human Rights Watch عدد المسجلين لدى الجهاز المركزي للبدون ب 106,000. أيضا التحرير وبداية عزل وفصل الكويتيين البدون عن المجتمع. بعد تحرير الكويت تم عزل فئة الكويتيين البدون بشكل كامل وبشكل أكثر وأعمق عن المجتمع الكويتي قانونيا واجتماعيا. واجهت العائلات من هذه الفئة سنوات سيئة. طبعا منظمة Human Rights Watch قابلت أكثر من 70 شخص. أكثر الأشخاص لدى عودتهم للكويت كانت تصريحاتهم جدا مؤلمة، لدرجة أن شخص منهم قال أن أنا رجعت وحسيت بفرق كبير من وأنا موجود داخل الحدود. كان التعامل مختلف من قبل المواطنين، كانوا يعتبروني كأني شخص دخيل مع أني أنا مواطن. وبالتالي كانت هنا المفارقة عند الأفراد الكويتيين البدون، لأنهم أحسوا أنهم مو بوطنهم، لأن الأفراد داخل وطنهم يتعاملون معهم بشكل مختلف تماما. أعتذر على الإطالة، راح أكمل. في 69 تأسست لجنة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية، أي لجنة البدون، عملا بمرسوم الأميري رقم 58 لسنة 1996. أيضا نص المرسوم على ضرورة أن تعود المؤسسات الحكومية إلى هذه اللجنة وأن تستشير مجلسها في كل الأمور المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية، بما في ذلك إصدار الوثائق الرسمية وبتوصية صادرة عن مجلس الوزراء سنة 2007 موجهة إلى وزارة شؤون البلدية. تم التأكيد على ضرورة أن تتصل جميع السلطات الحكومية بلجنة البدون في جميع المسائل المتصلة بوضعية المقيمين بصورة غير قانونية. هنا بداية وجود الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية برئاسة صالح الفضالة في 2010. راح أترك هذا الموضوع لزميلاتي الدكتورة ابتهال الخطيب وأيضا الأستاذة هدي البقريس. في عام 2010 صدر موسوم وزاري باستبدال لجنة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية دون أن تتغير الوظائف الإدارية الموكلة إليه، وكانت برئاسة صالح الفضالة. نأتي لآخر شيء راح أتكلم فيه وأعتذر على الإطالة. أهم التوصيات والمطالبات الحقوقية اللي إحنا نطالب فيها وأيضا جميع المنظمات الحقوقية منهم منظمة Human Rights Watch: أولا، يجب تبني منهج يستند على مراعاة الحقوق في سياق وضع حد مشكلة الكويتيين بدون في الكويت والقائمة منذ فترة طويلة بما يتسق مع المعايير الخاصة بالقانون الدولي. أيضا يجب الكشف علنا عن خارطة الطريق وجدول زمني لوضع حد لمشكلة بدون في الكويت. يجب منح الجنسية للسكان المقيمين في الكويت منذ فترات طويلة من أصحاب الطلبات المدعومة بما يثبت وجود صلات قوية، بما في ذلك السكان فاقدي الصلات الموثقة بدول أخرى والذين كانوا من مكان سكنهم وعائلتهم ودائرتهم الاقتصادية أو صلاتهم الاجتماعية هو الكويت. منح أيضا النساء الكويتيات نفس الحقوق القانونية أسوة بالرجال فيما يخص منح جنسية للأزواج وأيضا للأبناء.
أيضا من الجنسية للأطفال المولودين في الكويت الذين لم يحصلوا عليها فيصبحون عديمي جنسية أو بلا جنسية. أيضا يجب صياغة آلية شفافة للأفراد كي يتقدموا بطلب الجنسية مع منح فرصة للمراجعة القضائية لحمايتهم من الأخطاء الإجرائية، لأن أصلا هو حق سيادي بالنسبة للدولة وبالتالي ما يحق للكويتي بدون اللجوء للقضاء لحمايتهم من الأخطاء الإجرائية وإساءة استخدام قواعد السرية في نظر الطلبات ولضمان سلامة عملية النظر في طلبات الجنسية. يجب منح الإقامة القانونية المؤقتة للبدون بانتظار تسوية طلباتهم بالحصول على الجنسية الكويتية. يجب الكف عن معاملة البدون على أنهم مقيمون بصورة غير قانونية. أيضا عن طريق الإصلاحات القانونية يجب ضمان حق البدون في التوثيق المدني بما في ذلك شهادات الميلاد، تسجيل الزواج وشهادات الوفاة ووثائق السفر. أيضا آخر شيء يجب السماح للأطفال بالحق في الالتحاق بالمدارس الحكومية من أجل صيانة حقهم في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي وكذلك في توفير حصولهم على التعليم الثانوي. أعتذر على الإطالة، شكرا لكم، يعطيكم العافية.